السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هانتر من قناة هانتر 53. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وبسلامة. واليوم راح نشتري السيارة الجديدة اللي نزلت بهالايام، اللي اسمها سنتينل كلاسيك، الموجودة بساوذرن سان اندرياس سوبر اوتوس. ريموها اول سيارة سنتينل كلاسيك، وسعرها ب650,000 دولار. سعرها ب650,000 دولار. مثل ما تشوفون تقريبا سرعتها قريبة من الكارين كروما، وراح نختار اللون الأخضر ونشتري. بعد ما نشتري راح نستنظر وأقطع الفيديو ونروح. شوف لما تجي راح تجي بالجراج، مثل ما تشوفون هي هاي السيارة الخضراء اللي تقريبا مشابهة وشكلها قريب من سيارة بي ام دبليو. وبي ام دبليو احنا بالعراق نسميها بي ام دبليو زعرة. مثل ما تشوفون هي هاي السيارة الخضراء. خلينا نسويها فيرست بيرسون او نوديها للمود شوب ونعدل السيارة. راح نبدأ بالارمور، اكيد راح نخلي الارمور على اخر شي، ونروح على بريك. البريك هم انا راح نسوي اخر شي 35,000، وراح نختار البامبر او الدعامية او المصد الامامي. راح اختار طبعا هاي احلى شي، بس نشوف ياهو احلى واحد. انا هذا عجبني اكثر شي، بس خلينا نشوف. نقلب اكس اس رالي، هذا احلى شي. خلينا نشوف المصد الخلفي او الدعامية الخلفية، ما بي شي حلو. طبعا راح نظل على الدعامية الاساسية. طبعا راح نختار فول كوفرج، لا نختار الاخير واحد، وروح على الاخ كلها نختار اخر واحد حتى يكون اغلى شي. وراح نختار شو اسمه اكزوس ثالث واحد، وروح على الالوان. هاي شنو؟ ها فندرز، ماكو شي تقريبا حلو او غريب، خليها اساسي. وراح نختار اللايتات او الجريب، طبعا اللايت خلنا نختار شي حلو او مميز. راح نبقى على هذا اللايت احلى شي. وراح نختار البونيد او الهودز، خلينا نقلب بالبونيد ونشوف ياهو احلى واحد او احلى تصميم. مثل ما تشوفون السيارة مثل ما قلت لكم هو شكلها مقارب من بي ام دبليو تك باب اللي موجودة بالعراق هواية، واكثر اكثر شي رابوها الشباب لان هي سيارة شبابية. وهذا الهود اللي عجبني راح اختار. وهنا الهورن، ما اعتقد ما احب الهورنات وراح يأثر، لان بالجي تي اي ما راح تستعمل هورن هواية الا ما كان صديقك او تحتاج. ونختار اللايت الزينون، وراح نشوف اللي النيون، راح نخلي كل الاتجاهات. وراح نختار اللون النيون، خليه لايم جرين، هذا اللون حلو وشي تقريبا متناسق ويا السيارة. ونجي على الليفري، طبعا هذا كلش حلو، هذا اللون هذا هم حلو. بس خلينا نشوف شنو موجود، خلينا نشوف ياهو نختار. طبعا هذا كلش حلو، فوكس راست، بس انا اكثر شي عجبني الدريفت براديتور. راح ناخذه وسعره ب23,370. طبعا هذا ما نحتاجه. ونجي على البليت، تختار اي بليت براحتك. وراح نختار هذا البليت يلو ام بلاك، اكثر بليت انا يعجبني. ونجي على السبراي ونشوف، ما راح اغير لون السيارة لان اني اصلا ويا هذا عجبني هذا اللون ويا الليفري. راح نختار لون داخل السيارة والداشبول. خلينا نشوف الالوان ونقلبها، شوف اكثر شي يتناسق ويا اكثر شي. هذا اللايم جرين حلو طبعا، بس السيارة خضرة وهذا خضرة يعني ما راح تكون تناسق كلش، فلذلك خلنا نختار لون احلى او حلو. طبعا هذا الاحمر احلى شي، ريد وتورينا ريد. راح نختار الريد،
كرو امبل ما يحتاج. طبعا عندي كرو اللي يريد خلي يجون على الكرو مالتي. ونجي على الروف خلينا نشوف شنو موجود. طبعا اللايت احلى شي. خلينا نشوف اللايت احلى شي. هذا اللايتس راح اختار اللايتس احسن شي هو، لان هذا احلى. اوه سيل سيل اطلع. شو نسوي بالسيل؟ سكيت سكيرتس هاي طبعا ما ادري، ما يعجبني هاي الشغلة، خلي على الستوك احسن. ونجي سبويلرز او السبايدر، خلينا نختار السبايدر يلوق بالسيارة. نجي ونقلب السبايدر. طبعا السبايدر سعره كلش غالي، ما ادري ليش سعره هيش غالي، فلذلك راح نختار سبايدر حلو يلوق وياه. اعتقد هذا سبايدر حلو، بس خلينا نشوف. هذا السبايدر احلى شي حتى متناسق اللون معه. والسسبشن خليه على سبورت، ونخليه على سبورت. والترانسميشن ونخليه على الرئيس. طبعا توربو اكيد راح نفعل التوربو. ويل ويلز خلينا نشوف، نختار الويلز، نروح على التايب مالته اللي هو سبورت احسن شي، لان يعني السيارة تقريبا هي موصل بس هو سبورت تقريبا، مخليها سبورت. نختار الويل وخليها شكلها تقريبا مقارب من هذا البي ام، لان يعني احب هاي السيارة وتعجبني. نختار الفينوم ونروح على، نختار اللون، نختار اللون حتى يتناسق ويا داخل السيارة ودواخل السيارة. نختار بلايزد رين او ريد، بلايزد ريد او بلايز ريد او الريد. اختارت الريد لان يتناسق اكثر شي ويا لون دواخل السيارة. وتاير سموك يعني دخان التاير او الاطار، نختارهم احمر حتى يكون اكثر متناسق. نجي على التايرز، تاير ديزاين طبعا احلى شي، خلنا نختاره 5000. تاير سموك بلوت بروف تايرز، طبعا هذا كلش مفيد حتى التايرات ما تكبه تنفجر، او اي لاعب يلحقك او تمشي او الشرطة تلحقك تقدر تضرب التايرات وتفجرها، فلذلك راح نختار. صحيح سعره غالي ب25000، ولكن يكون هو فايدته كلش هواية، فلذلك خليه بولت بروف يعني ضد الرصاص. راح نختار التنتس لايت سموك احسن شي. ها هي اعتقد خلص، هاي كان كل شي عن السيارة. مثل ما تشوفون السيارة سويتها تعديل، وهاي السيارة وتقريبا ويا التعديل راح يكون سعرها بالمليون ويا التعديل. هي سعرها 650 عفوا 650000 دولار، ويا التعديل راح يكون مليون دولار. مثل ما تشوفون السيارة سلسة بالسياق وبالمنعطفات، طبعا سيارة كلش حلوة وسيارة شبابية وكلش حلوة، وانصح بشرائها. فلذلك هل تستحق الشراء؟ راح تبقى يما كنت تعرف تستحق الشراء او لا، ولكن برأيي تستحق الشراء. كان معكم هانتر، لا تنسون لايك اشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.